بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم 10 سوف نكمل الظروف المبنية بعدما تم أخذ الظروف المعربة وأنهيناها. اليوم سوف نبدأ في الظروف المبنية. لاحظ المثال الذي أمامك. سافرت الآن. سافرت الآن. أسأل بإيش؟ بمتى. متى سافرت؟ سافرت الآن. متى؟ متى سافرت؟ تقول الآن. إذن الآن تدل على زمن، تدل على الآن، تدل على زمن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أين يسألونك عن الساعة؟ أيان. أيان مرساها. أيان هنا دلت على إما زمن أو مكان. تحولت هنا وهناك. نقول أين تحولت؟ هنا وهناك. لاحظ. طيب أين تسكن يا عصام؟ أين تسكن يا عصام؟ أين. أين التي تدل على المكان، مش حين نسأل بأين، برضو أين تدل على مكان. أقيمت أمس ندوة. ندوة متى أقيمت؟ أمس. أمس دلت على زمن. طيب لاحظ عاشر اللي عليهم مربع. الآن، أيان، هنا، هناك. هنا تكون هناك. أين، أمس، هذول مالهم؟ هذول ظروف مبنية، والظروف المبنية تلزم حركة واحدة لا تتحول. هي حركة إيش؟ حسب موقعها من الجملة مبنية. هلا أنا كيف بدي أعربها؟ عادي بعربها. شو هاي الظروف؟ قلنا أنها تأتي في حركة واحدة لا تتحول مبنية، وأنا بذكر حركة البناء. لما أجي أعربها بذكر حركة البناء. هنا فتحة فتحة، هنا سكون فتحة فتحة، هنا كسرة. بعد ما أذكر حركة البناء بقول في محل نصب ماذا تكون. في محل بعض الظروف المبنية بتلزم، حكينا آخر آخر حركة آخر حرف ولا تتغير، وبعدها يأتي في محل نصب تبنى حسب حركة آخرها. ماذا تقول مثلا؟ الآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب. هيك. طيب خلينا نشوف الجدول. أنا جمعت لكم الكلمات اللي هي الظروف المبنية، بتكون مبنية على الفتح أو على الضم أو على السكون وعلى الكسر. الآن، وإيانا، أين، ثم، هنا، ثمة. هذه ظروف مبنية تبنى على الفتح في محل نصب. وين ما أجت تكون من الظروف المبنية على الفتح. الظروف المبنية على الضم قط، حيث، منذ. ظرف مبني ظرف مبني على الضم في محل نصب. السكون إذ، إذا، هنا، مذ، أنا، لدن. على الكسر فقط عنا أمسي. على الكسر فقط عنا أمسي. طيب عنا جواز إعراب ظروف كغيرها من الأسماء. شوف الأمثلة الذي أمامكم. هنا اليوم، من اليوم، وهنا يوم. كيف أنا بدي أعرب؟ شوف هلا عنا أضحت الأحزاب اليوم. متى أضحت الأحزاب اليوم؟ إذن هنا دلت على زمن. طيب هاي دلت على زمن. إذا دلت على زمن اقتبلت الشروط، بعربها عادي. ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أوكي، وهذه الجملة تمام من الظروف. طيب من اليوم. من اليوم. طيب هنا ما أجت جواب عن متى أو على أين. إذن هنا ليست من الظروف، تعرب عادي اسم مجرور بالكسرة، تعرب حسب موقعها من الجملة. هنا يوم الكرامة من الأيام المشرقة. طيب تزبط متى يوم الكرامة؟ طب وين الظرف؟ ما في. أين برضو ما في. برضو ليست
من الظروف لأنها لم توافق الشروط، إنه هو ما بس سألت بمتى وأين، ما كان جواب عن متى ولا عن أين، ليس الظرف. وبعدين لاحظ إحنا قلنا ارجع هون على تعريفه، اسم منصوب يدل على زمن وقوع الفعل، الفعل أو حدوثه. طب هنا في هذه الجملة فيش فعل، يوم الكرامة من الأيام المشرقة، من اليوم تعرفنا، فيش فعل، لازم فعل زمن أو المكان الذي يوقع عليه الفعل. طب في شيء اسمه نائب عن المفعول فيه، شوف الجملة، اشتدت الأمواج بعد أن قطعت السفينة نصف ميلي. هلأ هون بعد عادي ظرف متى اشتدت، بعد هنا ظرف إيش؟ عادي ظرف زمان. بعد أن قطعت السفينة نصف ميلي. هلأ لما تشوف بالجملة نصف أو أربعة أو كله أو أي أو بعضها، بدها تكون بعدها، إذا كل بعدها كلمة دلت عن زمان أو عن مكان، راح تكون إعرابها هذه الكلمات نائب عن المفعول في. إيش بتعربه؟ نائب عن المفعول في منصوب، وبعد منصوب بحسب علامة بالفتحة، وهو مضاف، والكلمة اللي بعده اللي هي دلت على الزمان أو على المكان تأتي مضاف إليه. استغرقت رحلتنا 4 ساعات، حتى ما استغرقت رحلتنا 4 ساعات، ساعات دلت على زمن، إذا 4 هنا ظرف نائب عن المفعول فيه في محل منصوب على نصبه الفتحة، وهو مضاف، ساعات مضاف إليه. هلا 4.5 كله مش من الكلمات المعربة ولا المبنية، بتكون نائب عن المفعول فيه. إلى هنا يا عاشر استودعتكم الله، في حصة قادمة نلتقي في حل تدريبات المفعول في ظرف الزمن والمكان، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.